اهلا بيكم معانا في ليسن في شير بكم. احنا الدرس اللي فات عملنا كرييت الفايل، كتبنا هنا في تكست بوكس وعملنا كرييت الفايل، حطينا فيه الكلام اللي احنا كتبناه في التكست بوكس. طبعا كان فايل لا تكست. دلوقتي عندنا مشكله، المكان اللي اتحط فيه الفايل بتاعنا مكان ثابت، يعني انا مثبتاه بايدي جوه السترنج ده، وقايله ان هو لازم التكست فايل اللي هيتعمل يتحط جوه فولدر تكست اللي بيتحط على الديسكتوب. ف دي كده يعني نوع من التقييد لليوزر. نفترض ان اليوزر مثلا عايز يحطه في مكان تاني، او ممكن البرنامج نفسه يجي يحط الفايل في المكان دوت، يكتشف ان فولدر تيست ده مش موجود، اتمسح مثلا او اتحرك مكانه في وقت ما. فالحالة دي البرنامج هيعمل كريش. فأنا مش عايزة أقيد اليوزر بمكان ثابت يحط فيه، إلا طبعا في حالات معينة، يعني إيه طبعا للسيكيورتي أو كده. إحنا دلوقتي مش في حالة معينة منهم، فعايزين نسمح لليوزر إن هو يحط الفايل بتاعه مكان ما يعجب. نتصرف إزاي؟ عندنا حاجة زي Open File Dialog، اللي هي كانت بتسمح لي أفتح أي فايل من أي دايركتوري على الكمبيوتر. عندنا حاجة زيها اسمها Save File Dialog. ف Save File Dialog ده زي كلاس بعمل منه Object وابتدي استخدم الميثودز بتاعته، وهو شبيه جدا ب Open File Clause Open File Dialog. ف هكتب ايه؟ هكتب Save File Dialog كده، وهعمل منه Object. هقول مثلا اسمه New Save File Dialog. هاجي هنا جوه الكليك بتاع الباتون دوت اللي هو ده، هعمل ايه؟ انا عايزه اتاكد ان اليوزر اولا يسيف تكست فايل، تمام؟ فهعمل له فلتر، نفس الفلتر اللي بيتعمل على الاوبن فايل دايلوج، بنعمل فلتر على السيف فايل دايلوج بحيث ان هو ما يسيفش الا تكست فايل. فبقول sfd.filter بيساوي، واعمل دبل كوتيشن، جوه الدبل كوتيشن اكتب لي تكست فايل، بدي لي ديسكريبشن كده start text، وبعدين بعمل الشرطة الواقفة دي وبدي له الاكستنشن اللي هو يقبل، اللي هو start text، وبعدين سيميكولون. انا كده عملت الفلتر. انا عايز اتاكد ان هو عمل سيف وداس اوكي، فبقول ايه؟ بقول اف اس اف دي دوت شو دايلوج، وبعدين ايكوال دايلوج ريزلت دوت اوكي. في الحاله دي باخد الدايركتوري اللي هو اخده، اللي هو وقف فيه، مثلا انا همسح ده خالص وهحطه في البار. يبقى هقول بار بيساوي sfd.filename، وبعدين الخطوات اللي بعد كده هي نفس الخطوات. انا هعمل كرييت للفايل دوت فعلا في بار، وبعدين هبتدي اكتب عليه التكست اللي احنا حاطينه هنا، وبعدين لو ما اجي اعمل تشيك هلاقي التيكت زي ما بيقول. تعالوا نجرب. دلوقتي انا عاوزة اكتب هنا حاجة، فانا هقول مثلا hello I am instructor اسمي، وهعمل write. لما بدوس على رايت بيفتح لي المكان الكمبيوتر بتاعي. هختار مثلا ان انا اقف عند الديسكتوب، وهكتب هنا، شايفين هنا سيف اس تايب تكست فايل فقط، ما اقدرش يكتب اي فايل تاني. فانا هكتب هنا ومش محتاجة اكتب الامتداد، انا هكتب بس الاس، هكتب اس تيست، عملت سيف، هعمل تشيك هلو اي انستراكتور. هو خد نفس الباث وراح وقرا الفايل وايه وطلع لي نفس الجمله. اللي هو نفس الباث
راح قراه وكتبه من اوله لاخره، وبعدين عمل السيف فايل دايلوج. طبعا انسب بكتير من ان انا اثبت الباص بتاعي، فان شاء الله على طول لما نيجي نسيف اي فايل هنستخدمه.